الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الأصل الأول قاعدة الإخلاص لله عز وجل في النقد، فالنقد لنصرة الدين عبادة، فيجب عليك أن تتفقد نفسك وإخلاصك إذا أردت أن تنقد أحدا. هل أنت مخلص في هذا النقد أم أنك تريد به أمور أخرى؟ وكلنا أبصر بنفسه كما قال الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. والله عز وجل يعلم ما تكنه نفسك وما تخفيه وما يخفيه ضميرك، إن الله عليم بذات الصدور.